بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تسامعت القلوب نداه وتراقت الألباب صوت حماه وتسامت الأرواح فلقد رمت في النور من علياه. يا من يسبح كل شيء طائعا ويقدس الأعلى الذي سواه. فالأرض قالت جئت طوعا للذي خلق الخلائق في علياه. والشامخات السم أيضا سبحت من صاعة لله جل ثناه. والدود في خبأ الجحور شاكر جل الذي من فوقه أعطاه. والنحل يهتف حامدا آلاءه جل الذي أوحى له وهداه. بين المروج الخضر يسلك سابحا في الأشجار طاب ثراه. تراه يبذل كل شيء صافيا متفاوت الألوان في مرآه. فيه الشفا مما يرى من علة جل المليك تباركت نعماه. والزرع مخضر يمجد خالقا من أنبت الزرع النذير سواه. وبدا على الشجرة اكتساء ناشيا من أينع الأثمار إلا الله. سقطت لآلئ من نداه بأمره هل غيره أحد يفيض نداه. والنمل يمشي بأسراب منظمة إلى أرزاقه سعيا لينال مناه. بالحق نالت نملة أقرانها هيا دخلي قد ساعهن نداه. هيا دخلي من ذا الذي علم الخفي سوى الإله تباركت أسماه. وأصلي وأسلم على نبينا محمد. إذا كان يوسف عليه السلام قد أعطي شطر الجمال في الدنيا والدنيا أخذت الشطر الآخر، فإن جمال يوسف وجمال الدنيا ذرة من نور رسول الله. يا زائر العرش إعزازا وتبكينا، فقت الملائكة جاها والنبيين. أسرى بك الله من حرم إلى حرم، لا الإنس تخشى ولا تخشى الشياطين. في القدس كنت إماما للأنبياء وهم وراءك جمعا في المصلين. يا رب بحق معجزة القرآن أن تغفر لفقيدتنا حتى نعلم الحق والأخلاق والدين. أيها الإخوة المؤمنون، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم في ليلة التكريم للأم الفقيدة الراحلة التي عاشت في معية العلم والعلماء وعاشت في معية القرآن الكريم إلى أن عادت الروح إلى بارئها وعاد الجسد إلى أصله وهو التراب، ورحلت في شهر مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن يجعل كل ما يتلى في هذه الليلة القرآنية المباركة نورا يتقاطر على قبرها، وأن تكون إلى جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة.
مشاركة إلى أسرة الفقيدة الراحلة حرم المرحوم الحاج شوقي الشافعي، مشاركة إلى المهندس أشرف شوقي الشافعي، المهندس أسامة شوقي الشافعي، وأسرة الفقيدة الراحل الحاج إبراهيم الشاذلي والحاج طاهر الشافعي والأستاذ المحترم وصاحب الدعوة الأستاذ أحمد الشاذلي. يتقدمون جميعا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وشارك واجب العزاء. ولقد استضافت العائلة علمين من أعلام اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي. شرفت بذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير قاري اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، ملك المقامات ومحرك القلوب، القاري الذي شرف مصر والعالم الإسلامي كله في المحافل الدولية، فضيلة القاري الدكتور عبد الناصر حرب. شرفت أيضا بذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير قاري اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، فاكهة قراء الشرقية وصاحب الصوت الجميل والأداء المتميز أحكاما وتجويدا وتلاوة، صاحب دقة الأداء وروعة التلاوة وصوت يسبح في ملكوت السماوات والأرض، فضيلة القارئ العلم الشيخ محمود محمد صابر، القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية. وبالإيمان والإسلام ولأن نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة وفضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرب، سيدنا الله عز وجل له التوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. إن الله اصطفى آدم ونوحا. إن الله اصطفى آدم ونوحا اصطفى آدم ونوحا اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم.
قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم والله أعلم والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما
والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم مدرسة تانية حلوة جميلة برضو معانا اهي. الاثنين احلى من بعض. شوف محمود صابر. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها والله أعلم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس ذكرك الأنثى وإني سميتها مريم فلما وضعتها قالت قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ف
فتقبلها ربها بقبول حسن. فتقبلها ربها بقبول حسن. وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا. وكفلها زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وكفلها زكريا. فتقبلها ربها بقبول حسن. فتقبلها ربها بقبول حسن. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. وكفلها زكريا. وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا. قالت هو من عند الله. الله أكبر.
نعم كملت الأصول. الله يحفظك. الله أكبر. الله الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة
من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين الله 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 قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك قال كذلك قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء قال كذلك قال كذلك كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك اصطفاك وطهرك واصطفاك وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك
وأعلاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع راكعين.